السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. معلش عندي طلب بعد حضرتك وسؤال. تفضل. الطلب بالله كده ان يغفر الله لي. الله يغفر لنا ولك وللمسلمين والمسلمات جميعا يا رب، السامعين والسامعات. اللهم امين. معلش يا شيخنا، تم انشاء جروب يعني كاصدقاء مع بعض دفعه واحده لبنات وصبيان. واحد الناس يعني ضافني في الجروب ده. مجموعة على الواتساب. فانا ما دخلتش لقيتهم بيشتموا بعض، الصبيان بيشتموا البنات ومش عارف ايه. فيعني ما رضيتش اخرج بره الجروب، بحس ان انا صح لوجه الله. فكانت البدايه اتقوا الله مش عارف ايه وتشوفوا بعض. فالجروب يعني جال لي فيه الشتيمه، هل وجودي فيه اقسم عليه ولا لا؟ على حسب نيتك من وجودك هنالك. اذا كان نيتك كما تقول أنك تنهى عن المنكر وترشدهم للخير، نية حسنة وعمل حسن. طب وجود الناس فيه، يعني أي حد موجود فيه، بس يعني موجود فيه لكن لا يقولون منكرا ولا يفعلون شيئا حراما. هل وجود أنت تسأل عن نفسك؟ عفوا، أنت تسأل عن نفسك الآن، عن وجودك أنت. أنا أسأل عن نفسي، عرضت حكمي. حكم زملائي لما بيسألون ذلك الحكم عنهم. والله أي شيء فيه فتنة على الشخص يبتعد عنه الشخص. جزاك الله خير يا شيخ. طب معلش سؤال اخير.